السلام عليكم إخواني. هاته هي رافعة 60 طن. هذا المظهر الخارجي. قاعدة الأرجل هاته عندما تريد أن تعمل يجب أن تركبها هكذا، وعندما تريد أن تمشي مسافة طويلة طبعا ما عليك إلا رفع هذه الجهة وهذا الشفها تسقط وتحملها ثم تركبها هنا بعد نزع هذه الصمامات، ثم تركبها وتغلقها، لأن في هذه الحالة وأنت تمشي بها إما ستصدر ضجيجا أو يمكن أن تنكسر. هنا عندنا مصفات الهواء تنزعه من هنا، وهذا هو الوزن المضاد للرافعة، ويكون مثبتا فيها ولا ينزع. وهنا خزان الزيت الهيدروليكي، وهذه الزجاجة تريك المستوى الذي فيه، ولزيادة الزيت الهيدروليكي ما عليك إلا كما هنا تفتح هذا وتزيد الزيت. هنا خزان الوقود، وهنا البطاريات، وهنا قاطعة الكهرباء، وهذه مصفاة المازوت، وهذا صمام الدوران، وهذه القارورة الخاصة بي. مساحات الزجاج أما خاص بمساحات الزجاج. عند الصعود إلى قمرة القيادة نبدأ من هنا، هذا يخرج ويدخل السهم المنظاري هكذا للخروج وهكذا للدخول، وهذا يدير الرافعة إلى اليمين وإلى اليسار، وهذا القفل خاص بمكبح الدوران هكذا منزوع، وهكذا هو مشتغل، يعني لا تدور الرافعة لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، أقصد في المحور العلوي ولا أقصد العجلات هنا، حتى هذا أقصد إيه دوران الرافعة وليس العجلات. طبعا لنزع عليك إرجاع هذا القفل الصغير هكذا ثم نزعه هكذا، وهذا خاص بدوران العجلات الخلفية، وعند إدارتها سيشتعل هنا ضوء أصفر وسترجع القفل هذا قليلا قليلا حتى ينطفئ الضوء الأصفر في الأعلى. هنا عندنا رفع البوم الذراع يعني هكذا إلى إنزال وهكذا للرفع، وهذا ينزل ويصعد حامل الرافعة، وهذا هكذا عند هكذا يعمل، وهكذا لزيادة ضخ الزيت الهيدروليكي وتصبح الرافعة سريعة قليلا، وهذا لزيادة سرعة حامل الرافعة هكذا في النصف لا يعمل شيء، وهكذا ببطء وهكذا بالسرعة. هذا ميزان قاعدة الرافعة، يعني عندما تخرج العوار والأرجل يعني هذه النقطة ستكون ترجعون حتى تكون مستوية. هذا خاص بالصمام الذي حتى لا تدور لا تكون الرافعة في حال الدوران، وخاصة وقت تمشي لا يجب عليك غلق الصمام اليدوي هذا الإلكتريكي، وهذا اليدوي الذي أريته لكم منذ قليل حتى ترجع وهكذا. عندما تكون دائرة يعني من جهة يمين أو يسار عند رجعها هكذا لا يرجع، ما عليك إلا دوران الرافعة إلى اليمين أو اليسار حتى ينقل هكذا، ولنزعه يكون هكذا. هذا لقفل خاص به حالة خطر أو
عندها كذا تضغط وهي تسكت. الرافعة هذا خاص بالزيت، ضغط الزيت هنا، هذا مفتاح الشانتاج، وهذا عندها خاص بالسرعة، يعني هكذا في الرقم واحد ثم السرعة، عنده ثلاثة مراحل لزيادة السرعة، وهذا مفتاح لتشغيل الآلة، وهذا للغمزات اليمين واليسار، ومساحات الزجاج والأضواء، هذا المكبح اليدوي هكذا مفتوح وهكذا مغلوق، هذا لأضواء، وهذا للدفع الرباعي، وهاته الغمازات بالخطر، وهنا تشغيل الرافعة لزيادة السرعة يعني أوتوماتيكية، ما عليك إلا أن تجعلها هكذا ثم تنقص وتزيد السرعة بهاته الأقفال. نأتي إلى هنا، هذه العلبة هي التي تتحكم في قاعدة الرافعة، طبعا هنا يبين لنا هكذا بالشكل هذا، هذه خاصة بالأرجل الأمامية، وهذه خاصة بالأرجل الخلفية، وهذه في الأعلى هي للعوارض هنا، وللأسفل هنا للأرجل. إذا إذا أردت أن تعمل بالرافعة ما عليك إلا تضغط هذا، هذا يخرج سواء العوارض أو الأرض، وهذا يدخل سواء العوارض أو الأرض. إذا نضغط هنا، وفي نفس الوقت أبغى ضاغطا وأخرج العارضة اليسرى اليمنى اليسرى الخلفية اليمنى الخلفية، بعد إخراجه أنزل الأرجل هكذا هكذا هكذا، عند إدخالهم ما عليك إلا الضغط للأسفل، ثم ترفع الأرجل، ثم تدخل العوارض، هذا مكان، ولتسوية الرافعة ما عليك إلا النظر إلى هنا الأسفل، هنا مكبح الدوران للرافعة للرجل، وهنا دواسة السرعة، وهنا المكبح. نقوم بإيقاف الرافعة. هذه قاطعة الكهرباء للمقابض، يعني عندما تضغطها هكذا لا تعمل لك هذه المقابض حتى تنزعها هكذا، وهذه خاصة بالأضواء، وهذه خاصة بمساحة الزجاج الأعلى، وهذا خاص بالمبرد والمسخن، وهذه بالأعلى. عندنا هنا سرعة دوران المحرك، وهنا يشتغل ضوء المكبح اليدوي. للتذكير، هذه العلبة لا تعمل إلا وأنت جاعل المكبح اليدوي مغلق، أما إذا كانت مفتوحة فلا تعمل. قلنا هنا يعني خاص بالبطاريات، وهنا الوقود، وهنا سخونة الماء، وهذه إشارة للدفع الرباعي، من هنا تشتعل، وهنا هكذا لا تشتعل، هذه الآن يعني في النقطة الميتة عند دفع السير الأمام للرافعة يوجه لك هكذا، وهكذا في النقطة الميتة، وهكذا في الخلف، ولزيادة السرعة هكذا. وهذا ثلاثة، عند تشغيل الرافعة قبل إيقاف المحرك، يعني نأتي إلى هنا، إذا أردت أن تسير بالرافعة ولا تعمل ما عليك إلا إنزالها هذا هنا والتحكم بهذا، انظر هذه العلامة الصفراء ستنزل إلى الأسفل، قلنا للتحكم ترجعها هنا في هذه أو أم، ثم الضغط على اوكي، ثم تختار مثلا والضغط على هذه دال، ثم تختار
هذا يعني إذا أردت أن تسير بها. هنا يريك هل أنت تخرج العوار كاملة أو في النصف أو داخل أو على العجلات. نضغط على أنها على العجلات، ثم يقول لك هل تريد أن تعمل والعجلات يعني ثابتة أم متحركة تريد أن تسير؟ ما عليك إلا ارجع والأثبات، تقول له أريد أن أسير بها هكذا. ثم يعطيك خيارات أيضا، لفافة الحبل الخلفي، نحن عندنا واحدة فقط، إذا فإذا كانت عندك اثنان ستختار أي واحدة منها. إذا نحن عندنا واحد سنضغط على Enter، ثم تختار ترى كم عدد لفات الحبل اللي عاد، مثلا عندنا ستة فسنقوم بستة ونضغط على أوكي. أخطأت ولكن لا علينا، إذا أردت أن ترجع ما عليك إلا الضغط هكذا هكذا هكذا، ثم تنزل إلى أوكي هاته إلى الأسفل وتضغط، وهنا تستطيع أن تنقذ الرافعة وتسير بها. طبعا قبل هذا بعد إيقاد الرافعة، أما إذا برمجت الحاسوب هذا قبل إيقاد الرافعة فسيذهب كل شيء. إذا بعد إيقاظها ستبرمج الحاسوب. إذا أردت أن تعمل يعني بعد إخراج العوارض والأرجل، ما عليك إلا النزول إلى هنا، قلنا أمام هذه الصفحة، ثم ضغط على أوكي، ثم الضغط على هذه الدال أوكي، ثم اختيار أن العوارض خارجة كاملة، ثم ضغط، ثم تختار لفافة الحبل، ثم عدد لفات الحبل، ثم تنزل إلى أوكي وتبدأ العمل. هذا كل ما هنا في الرافعة، والسلام عليكم.